في مدينة الليد احتفل بعيد القديس جيريس الخضر المولود عام 280 لأبوين مسيحيين في هذه المدينة التي ما زالت بعض آثارها شاهدة على عدة قرون خلت. زرنا بداية قبر القديس الموجود أسفل الكنيسة التي تحمل اسمه، حيث توافد المؤمنون للصلاة وسكب الزيت على القبر وإعادة حمله لعائلاتهم ولبيوتهم من أجل مباركتها. وإحنا نحتفل هنا كل سنة بهذا العيد، وإحنا بالليد في 12200 عائلة بس مسيحية، قبل 48 بقوا 50000 نسمة مسيحية، وإحنا موجودين هنا بهذه الكنيسة. وبالكنيسة هذه في كتير عجائب بمارجيريس، وعشان هيك الناس بيجوا وبيجوا بيحتفلوا بهذا العيد. أما في الكنيسة فقد ترأس القداس الاحتفالي غبطة البطريرك ثيوفيلوس بطريرك الروم الأرثوذكس. القديس جورجيوس دخل في سلك الجندية منذ أن بلغ 17 عاما، لم يخفي عقيدته المسيحية، الأمر الذي أدى بالإمبراطور لإخضاعه لجميع أنواع التعذيب. تشتهر صورته دوما وهو يقتل التنين، حيث أضحت مرافقة للقديس وترمز له في لوحات أيقونية وتماثيل، وهناك أساطير عديدة حول هذه الصورة. كان في بلد صغيرة فيها تنين، وهذا التنين كل سنة باكل البنات الصغار اللي بيخلقوا، لما بيخلقوا باكلهم، ما ضلش ولا بنت في البلد. مين ضل؟ بنت الملك. أجا قال له يا ملك دور التنين، قال للملك يا ملك دورك ما حدا يخالف شعورك، قدم بنتك دستورك، قدمها للتعبانة. أجا لبنته جهزها من أحسن لبس، لبسها تاج الملوكة على رأسها يبرق أشكال وألوان. قال له يا من يأخذ مملكتي؟ الملك قال يا من يأخذ مملكتي يعفي عني وعن بنتي. في الشاب واقف قال له يا صبي شو مالك؟ خبرني عن حالك. قالت له لا فيك تحمي ولا فيك تضرب، روح وخليني في مكاني. قالها يا صبي لا تخافي، في موضعك ضلي وافي، عن قتل التنين ما نشعف، وأنا ما أرضي بسمسكان بالحرب طعن التنين. صار كيفت البلد، صار خلف وجيب بنات وولاد، عمرت وكبرت البلد. وهذا التنين هيك صار. العديد من المؤمنين توافدوا للمشاركة في الاحتفالات في المدينة التي تقع في منطقة وسط الأرض المقدسة، كما يسبق يوم العيد ما يسمى شعبيا بالشطحة، حيث يزور المؤمنون الدير ويقدمون الأضحية. قبل العيد في ناس اللي عنده ندر بده يذبح، بيذبح. امبارح ذبحوا حوالي 350 خروف. اللي عنده ندر بندره بخدوش له بقدين للناس المساكين. كل سنة 15 بيجوا الناس بيذبحوا وبخدوش اللحمة معاهم، بقدوها للخوري، الخوري بدبرها مع الناس اللي بده يقديها للناس.